فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن كل يوم ليلته قبله إلا يوم عرفة فإن ليلته بعده وحكمها كذلك؟ أي نعم، أي نعم، قالوا هذا، قالوا كل ليلة يومها بعدها، ليلة الخميس، ليلة الجمعة، ليلة إلى آخره، إلا يوم عرفة فليلته بعده وهي ليلة العاشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفها اليوم التاسع وليلته ليلة العاشر. نعم.